مساء الفل. قبل ما ندخل في حلقة النهاردة خليني أفكرك إنك لو لسه ما شفتش ملخص القصص والحلقات اللي فاتتك، فسواء بتشوفني من اليوتيوب أو الفيسبوك هتلاقيني سايب لك اللينكات تحت الفيديو وفي أول كومنت. وبالنسبة لسؤال الحلقة اللي فاتت، سألتك هل تعتقد إن آية ونيلي اتخطفوا ولا ماتوا، ولو حصل ده أو ده فهيحصل ليه ومين اللي عملها. كل تعليقاتكم بتقول إن جمال هيطلع بيحلم وإنه عارف إنهم ماتوا بس عقله مش متقبل الفكرة. فخلينا ندخل في حلقة النهاردة واللي تبقى الحلقة الأخيرة لقصة قرض شخصي، ونعرف الموضوع هيخلص ازاي. بس الأول خليني أفكرك إن لسه عندنا قصص جديدة للمسلسل، وما تنساش تخبط اللايك. ويلا نبدأ. بدايتنا مع جمال وهو بيقولك أنا معرفتش أكون أي حاجة تمنتها، ومفيش حلم من أحلامي تحقق. يعني مثلا حلم أنه يكون لعيب كورة وما حصلش، حلم يتجوز آية وقلبت معاه بكابوس في الآخر، حتى الفلوس اللي حلم أنها تكون معاه اشتغل 14 ساعة في يومه وفي الآخر طلع مديون. وبالكلام على نيلي فقالك أن أحلى يوم في حياته يوم ولادتها، ورغم كل ده فماتوا وسابوه لوحده. بعدها بنشوف الضابط أدهم واخد جمال على البنزينة إياها، وسأل الموظف اللي هناك لو كان شاف بطلنا قبل كده. الراجل أنكر وهو متأكد قوي من كلامه، وتقدر تقول إن الموقف ده كان بداية شك الضابط في كلام جمال. وبما إن الموظف اللي قدامنا ما كانش هو اللي موجود امبارح، فراح ينده لصاحبه اللي مفروض إن هو اللي شاف جمال. وقتها أدهم جاله تليفون من أحمد ابنه، وجمال سامع المكالمة وقد إيه الراجل بيحب ابنه، وعلشان كده حلفه بحياته ويجيب له بنته ومراته. وكملنا التحقيقات وجي الموظف بتاع امبارح اللي فعلا شفناه مع جمال وهو بيحط بنزين في عربيته. الراجل بمجرد ما شافه قالك بس هو ده اللي هيأكد كلامي. الغريبة بقى ان التاني انكر وقال للظابط عمري ما شفته. وعلى الرغم ان جمال اداله مليون امارة تخليه يفتكر، الا انه مازال بينكر وبيقول لا ما شفتوش. فالظابط سأل طب وضع الكاميرات هنا ايه؟ قالك المكان لسه جديد وللأسف ما عندناش سيستم. جمال اتعصب وقال امارات جديدة، ولما حس ان مراته وبنته بيضيعوا فقد اعصابه ومسك في الراجل قدام الضابط. وانتهى الموضوع بان الموظف انكر لتالت مرة انه شاف جمال قبل كده، ومشي وهو باصص لهم وتحس انه مخبي حاجة. ولما هم التلاتة خرجوا برا سألوا عن امارة الخناقة وانه ازاي ما يحكيلوش. قالك ان آية مراته امبارح اتخانقت مع واحدة ست علشان فكرتها عاوزة تخطف بنتهم، وركبوا والضابط مازال مش قادر يفهم اي حاجة من جمال. بعدها رجعوا للمستشفى وطلب من المدير يفتح له تلاجة المشرحة. اي نعم لازمها اذن نيابة، لكن خلصها ودي وخد جمال علشان يتأكد. ولما شافهم قالك انهم مش مراته ولا بنته، فطلعوا برا والراجل هيتجنن وعايز يعرف هم راحوا فين. الضابط هو كمان راح يكلمه بهدوء وطلب منه يطمن، وحاول يقنعه انه هيلاقيهم، بس المشكلة ان لا جثثهم هنا ولا حتى اساميهم. ما هو كده في حاجة ناقصة في القصة يا جمال ولازم تحكي لي. وعاد عليه القصة من اول وجديد، من اول ما كانوا في محطة البنزين وصولا لما شافوا محمود، وبعدين للخناقة اياها، وعلى اخر اليوم لما شد مع آية والعربية اللي زنقت عليهم، وفي النهاية الحادثة. بعد الحادثة بقى قالك انه غاب عن الوعي، ولما صحي لقاهم بينقلوهم بالاسعاف. وقتها ادهم جاله تليفون من رجالته وقالوا له انهم ملقوش فتحي، لكن يعني علشان يطمنوا فقالك انهم لقوا تليفونه في المستشفى وكان مقفول، وانهم هيدوروا وراه لحد ما يجيبوه. جمال اتعصب وحلف بالله ان فتحي هو مفتاح اللغز، وانهم لو لقوه فهيلاقوا مراته وبنته. في اللحظه دي ادهم ما كانش قدامه غير انه يغير الموضوع، لحد ما حسام دخل عليهم وقال انهم جابوا باقي الموظفين. وبنشوف الست بتاعه الاستقبال اللي فعلا اتعرفت على جمال وقالت للظابط انا شفته لكن لوحده، وما كانش معاه لا ست ولا بنت. وبالنسبه للراجل ده فاسمه سعيد وكان مع فتحي بتاع الاسعاف، ولما سالوه قالك ان اول مره يشوف فيها جمال كان لما لقوه واقع قدام باب المستشفى، فدخلوه على جوه، وبناء على تعليمات الدكتور شريف بتاع الطوارئ فاداله مهدئ وبس كده. طب وبالنسبه لفتحي؟ قالك محدش يعرف عنه حاجه بقاله يومين، فسابهم يمشوا وخد حسام على جنب. اما جمال فكان بيتمشى وسمع محمود بيتكلم مع مدير المستشفى اللي كان بيقول له مش عايزك تقلق وكله هيبقى تمام. طب هو ايه اللي هيبقى تمام؟ الله اعلم. بس
بس جمال سمع كل ده واللغز اتعقد اكتر. بعدها بنشوف محمود في تحقيق مع الضابط ادهم، واول الكلام سأله اخر مرة شفت آية كانت امتى؟ قالك من حوالي شهر لما كنا معزومين عندهم في البيت. الله، طب ازاي ده جمال بيقول انه شافك امبارح في محطة البنزين؟ قال له لا ما حصلش، انا جاي من القاهرة على هنا على طول. وقالك كمان ان كل الموظفين اللي عنده في المكتب يشهدوا بكده. ادهم ملقاش حاجة تانية يسألوا عنها وقام وحيرته بتزيد، وطلع لجمال اللي اول ما شافه حلف له بالله انه كان معاه في البنزين امبارح. الضابط بقى مهموش كل ده وسأله مين وسام جمال عبيد؟ قالك انه الراجل اللي بطلنا سالف منه 150,000 جنيه، وانه كاتب على نفسه وصولات امانة، ولما اتأخر في السداد بعت له يهدده. بس ليه بتسأل عنه؟ ادهم قال له مفيش، وعلشان اطمنك فعايز اقولك ان الدورية بلغتنا ان في عربية نص نقل كانت معدية على الطريق وفيها واحدة ست وبنت بنفس مواصفات آية ونيلي. وما تفهمش بقى الضابط بيتكلم جد ولا بيشتغله، لكن هنشوف. وراح واخده على مكتبه، والتاني مستغرب وبيسأل فين مراتي وبنتي؟ وهنا الضابط سأله سؤال غريب جدا، فين مراتك وبنتك يا جمال؟ الراجل استغرب وقال له ازاي يعني مش فاهم؟ فبرر سؤاله بأنا عارف انك كلمت الحاج سيد حماك من رقم فتحي، ومش ده المهم، المهم هو اللي هقوله لك دلوقتي. لان الضابط ادهم اكتشف ان تليفون جمال وتليفون فتحي كانوا على نفس برج الشبكة مرتين، مرة وهو جوه المستشفى والمرة التانية كان في مكان جنب الحادثة. وقال انه بعت حد من رجالته يفتشوا بيت فتحي، وهناك لقوا شنطة مليانة ذهب ومعاهم دبلة عليها اسمك يا جمال. وكمل وقال انه جاب كل الارقام اللي على تليفونه، وعرف ان وسام كلمه اكتر من 40 مرة، وعلشان كده بعت يجيبهم هما الاتنين اللي هما وسام وفتحي، وهيعرف منهم كل حاجة. وفي النهاية سأله الاخر مرة مراتك وبنتك فين يا جمال؟ معرفش يرد، وبعد ما سكت شوية قال له والله مفروض حضرتك اللي تقولي مش انا. وخد بالك ادهم حتى الان هادي وبيتكلم معاه بكل ادب، ده على الرغم انه بدأ يشك فيه اصلا. وعلشان يكون صريح معاه قال له ان للأسف الادلة كلها ضدك، سجلات المستشفى وشهادة سعيد وحنان بتاعت الاستقبال واختفاء فتحي وشنطة الذهب. والمصيبة الكبيرة بقى ان محمود كان في القاهرة وبيقول ان بقاله شهر ما شافكش وعنده شهود تثبت الكلام ده. يعني من الاخر انت هتلبس في حيطة لو ما قلتش الحقيقة. وتخيل ان جمال رد وقال له هو مين كلمك يا باشا؟ مين كلمك وقال لك لبسها للي ملوش ظهر؟ كلمة خلت الضابط يتعصب وكان هيقوم يدعكه وامرمي في الحجز. وتقدر تقول ان جمال دلوقتي بيقضي اصعب ليلة في حياته. وعلى اول النهار بنعرف ان ادهم بايت في الشغل من امبارح، كالعادة بيكلم مراته يطمن على ابنه. وبعدين بيجي له خبر ان في واحدة اسمها امنية مصممة تقابله وبتقول ان الموضوع خطير وما يستناش، فقابلها وبنعرف انها امنية اخت آية مرات جمال، جاية ومش لابسة اسود. بس مش ده المهم، المهم انها فتحت له الواتس بتاع محمود وبنسمع فويس نوت بصوته وهو بيقول لآية انا في السخنة ايه رأيك تيجي؟ الضابط استغرب وسألها لا معلش فهميني. واسمع بقى الكارثة الاكبر، قالت له انا سرقت موبايل محمود وجبت من عليه كل الرسائل اللي مسحها، واكتشفت ان محمود بيكذب عليك وانه راح يشوف آية فعلا في البنزينة. مش كده وبس، دي كمان قالت انه كان بيخونها مع اختها، بمعنى اصح محمود وآية عشاء، وعشان كده فمن الطبيعي يكذب عليك يا ادهم بيه، لانه مش هيحب ابدا ان علاقته بآية تتفضح. الكلام ده معناه ان كل اللي قاله جمال حقيقي، ولغز القضية رجع تاني لنقطة الصفر. خد دي كمان، امنية دفعت عن جمال وقالت انه طيب وغلبان، وانها عارفة ان اختها هي اللي كانت مطلعة عينه، والدليل اهو في ايدك يا عم الضابط، واحدة ماشية مع جوز اختها، فتخيل انت هتكون عاملة ازاي مع جوزها. كلام موزون وعجب الضابط، ولو هتسألني فانا كزيزو اعتقد انه برضه مش هيبعد احتمال قتل جمال لمراته. ليه؟ سألتني ليه؟ لان الست كانت مزهقة في عشته، وفي احتمال ان يكون قفش خيانتها كمان. المهم يعني انها رفعت قضية طلاق على محمود النهاردة الصبح، وناوية تاخد اللي وراه واللي قدامه، ووافقت على طلب الضابط بانها تقول كل اللي قالته في تحقيق رسمي. وطلبها الوحيد ان ابوها ما يعرفش حاجة عن موضوع آية، لانه راجل كبير وممكن يموت فيها. ولما مشيت جاله تليفون مهم جدا من حسام، قال له انهم لقوا عربية الاسعاف في مكان مقطوع وكانت محروقة تماما، والغريبة انهم لقوا شنطة جلد فيها محفظة فتحي وايباد محروق. الله، طب ازاي؟ وهل في شهود على الكلام ده؟ قال لك محدش شاف الدخان غير شوية من العرب اللي ساكنين هناك، وعلى ما وصلوا كانت العربية
العربية ولعت باللي فيها. طب وعربية جمال؟ قالك هيبعته له في تقرير، وعلشان كده بعت يستدعيه من الحجز وبلغوا انهم لقوا عربية الاسعاف وشنطة فتحي ومحفظته، وكمان اثبتوا ان شهادة محمود كانت زور وانهم فعلا اتقابلوا معاه. وبالنسبة لتقرير المعمل الجنائي فبيقول انهم لقوا بصمات فتحي في عربيته، وعلشان كده ما بقاش عارف يقول له ايه لان التفاصيل دخلت في بعض، والقضية دي لغزها غريب وعجيب. وطمنوا انه هيلاقي مراته وبنته ومش هيسيبه، ودخل بيته والاول مرة يدخل وهم مش فيه، وقعد يفتكر كل ذكرياتهم مع مراته ومع بنته. صدمة ووجع خلوه ماشي يكلم نفسه ومش مصدق ولا متخيل انه مش هيشوفهم تاني. وبقى يدخل الاوضة بتاعت مراته شوية واوضة بنته شوية، وهنا افتكر نيلي لتاني مرة وقعد يعيط بكل حرقة. في نفس الوقت ادهم بيحاول يوصله، والتاني قافل التليفون ونايم في بيته وحاضن دبدوب بنته. وبنشوف حماه واقف على الباب بيخبط وبيقول له افتح يا جمال، وده نفس المشهد اللي شفناه في بداية الحلقة الاولى للمسلسل. في المشهد ده بنشوف الحاج سيد بيقول له انه سأل طوب الارض على بنته وحفيدته ومحدش دله على حاجة، وبيعيط ومنهار وعاوز يعرف ايه اللي حصل. كل ده بيحصل وجمال قاعد في بيته وما بيكلمش حد. بعدها الضابط ادهم راح له البيت، ولما لقاه ما بيفتحش كسر الباب ودخل وقعد يدور في البيت كله، وامسك نفسك للكارثة اللي هتشوفها لأن جمال انتحر. الراجل ما قدرش يعيش من غير مراته وبنته وراح لهم. ادهم خد الصدمة وما نطقش، ونزل وهو بيفتكر كل تفاصيل الحادثة من الاول للاخر. ربط الخيوط ببعضها ودخل عربيته وفتح الفلاشة اللي كانت على سفرة جمال، وتعالى معايا في رحلة صغيرة احكي لك اللي قاله. بدأ كلامه بان دي تقريبا اول مرة يتكلم فيها ويلاقي حد يسمعه، وقال لك ان مفيش اسعاف ودته المستشفى. هو وصل المستشفى لوحده على رجله زي ما قالوا، وخدوه على نقالة للأوضة وجاله التمرجي ودكتور شريف، بس التمرجي ما كانش فتحي، ده كان سعيد، والتليفون اللي كلم منه الحاج سيد يبقى تليفون فتحي، وانا هفهمك موضوع تليفون فتحي قدام شوية. المهم كمل كلامه وقال ان ما كانش في دماغه اي حاجة مترتبة لكل اللي حصل، وان القصة كلها بدأت وهم على الطريق. وقال ان ساعتها وسام اتصل بيه وآية خدت بالها انه مش بيرد، فشكت انها واحدة واتخانقت معاه، وبعدين فاجئته انها عايزة تروح عند اختها في السخنة. حركة خلته يتعصب، وكانت اول مرة يمد ايده على آية، ومن غير ما يفكر دخل طريق السخنة وما شالش رجله من على البنزين. وبرر انه فقد اعصابه بالشكل ده لانه من اول مرة شاف فيها محمود وهو حاسس ان عينه من آية، علشان كده مجرد بس سيرته بتعصبه، وكان بيحس في كل مرة بيشوفه فيها ان محمود عايز يقوله انت ما تستاهلهاش وانا هاخدها منك قريب جدا. مرة يجيب هدية لنيلي، ومرة يلطعه في المكتب بالساعات وما يجيش، واخر مرة في خناقة البنزينة، وكأنه بيأكد له ان آية هتسمع كلامه ومش هيفرق معاها كلام جوزها. وبسبب كل ده فكر انه يخلص من آية، ووقتها بص لنيلي وقال طب والطفلة دي هتعيش ازاي وهي عارفة ان ابوها قتل امها؟ فعلشان كده خد القرار بانهم يموتوا كلهم، وهو اللي قلب بالعربية مش حد تاني، وان ساعتها طلع عايش وخرج منها وهو بينده على نيلي، وما حصلش اللي في دماغه لان محدش مات غير نيلي، وهو وآية طلعوا عايشين. فاتصدم وقعد يفكر شوية، وآية بدورها عمالة تصوت وبتطلب منه يكلم الاسعاف، لكن الراجل ما طلبهمش وساب بنته تموت. ومش كده وبس، ده كمان خد القرار بانه يخلص من آية، وقام شايل طوبة كبيرة جدا ونزل على دماغها ضرب لحد ما ماتت، وبقت الام وبنتها ميتين جنب بعض. وبكده جمال طلع كل الغضب اللي جواه ونام، وبعد شوية فاق وبدأ يفكر ازاي يخلص من الورطة دي. قالك مفيش غير اني اولع فيهم وفي نفسي، وجاب ازازة البنزين وغرق المكان، ولما جه يحرق نفسه معاهم ما قدرش، وفسر ده بانه جبان. وقتها شاف عربية بوليس جاية من بعيد، فرمى نفسه على الارض جنبهم، ولما قربت اكتشف انها اسعاف.
وقف، كان فتحي هو اللي سايقها ونزل وقاس نبض صاحبنا، ولما راح يطمن على آية شم ريحة البنزين فضحك وسأل جمال هو ايه بالظبط اللي حصل. الغريب في الموضوع ان فتحي كان بيتصرف كأنه هو اللي عايزهم يموتوا، وقرى الحوار كله وطمن جمال انه هيخفي الجثث بمعرفته لانهم لو راحوا المستشفى هيعرفوا انهم ما ماتوش بسبب الحادثة، وبدأ يلم المجوهرات بتاعة آية وخد الجثتين جوه عربية الإسعاف وراحوا بيهم حتة مقطوعة ودفنهم، والتاني واقف بيتفرج عادي جدا. لكن لما جيت دور على بنته قالك ما استحملتش أشوف فتحي بيدفنها، وراح قتله ودفنه جنبهم. وعلشانه كان شايف إن فتحي يستاهل يلبس الجريمتين فطلب عربية من تليفونه علشان تيجي وتوصل الذهب لمراته، وخلى مع التليفون، وبكده فهمنا موضوع تليفون فتحي. وفي النهاية قال لأدهم إنه سايب له مكان دفن مراته وبنته على الفلاشة، وبالفعل راح ولقوهم. وفي المشهد الأخير جمال بيسألك وبيقولك عمرك سمعت عن واحد علشان يخلص من مشاكله وهمومه قتل مراته وبنته؟ لو ما سمعتش أديك شفت. ومن هنا تخلص الحلقة، وكده يبقى نهينا وانت هنا. قبل ما اختم خليني اسألك سؤال مهم جدا، في رأيك ايه القصة المستفادة من حكاية جمال؟ اكتب لي تعليقك وهرد عليك في بداية الحلقة الجاية. وبالنسبة لباقي قصص المسلسل فالقصة الجديدة هتكون بعنوان لو بعد حين، وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، كل وسائلنا على السوشيال ميديا هتلاقيها تحت الفيديو. عاش جمهور الملخصات.